السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة. مقعدنا إن شاء الله النهاردة رب العالمين هنتكلم عن درس جديد من سلسلة دروس Practical Study for Concept of Programming Language Based on Data Using PHP and MySQL. خلينا نقول إن إحنا النهاردة هنكمل موضوع التمارين الخاصة بالكونديشنال ستراكشر، اللي هو أحد أهم المواضيع على الإطلاق، أو هو والموضوع الأم بتاعه اللي هو الكنترول ستراكشر، من خلاله بنتحكم في الداتا تحكم إيها تحكم كامل. خلينا نقول النهاردة عاوزين ناخد برنامج جديد أو فكرة جديدة تكملة للتمارين. في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن برنامج بيحسب لي صافي المرتب، النهاردة برضو هنعمل برنامج بيحسب صافي المرتب بس عن طريق بقى أي فكرة أو شكل جديد للبرنامج، بحيث ان هو يوضح لنا برضو نفس الايها حتة معينة او هدف معين عاوزين نوصله خلال الايها خلال الفيديو ده، اللي هو ازاي تعمل كونديشن سليم. طيب خلينا نقول اللي احنا الناس طلبوا مننا برنامج بيعملوه كالتالي، بيكتبوا فيه الاتي، بيكتب فيه التاكس فاليو، سوري بيكتب فيه البيزك سالري، وبيكتب فيه التاكس ريت معدل الضريبة، وبيكتب فيه البونس ريت معدل مينها معدل الاضافي، وفي الاخر يضغط على الزرار ده يطلع له صافي مينها صافي المرتب. اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت ان هم قالوا لنا ادونا معادله كده عشان احنا كمبرمجين نستخدمها في البرمجه، اللي هي معادله النت سالري، وقالوا لنا ان معادله النت سالري ديت بتساوي البيزك سالري ماينس التاكس فاليو بلس البونس فاليو. لحظه بقى من فضلك، ده هنا في البرنامج انت لسه قايل اللي هو طالب مني ايه، ها طالب مني التاكس ريت مش التاكس فاليو، يعني هو طالب مني التاكس ريت مش التاكس فاليو. قلت لك هو طالب تاكس ريت بس المعادله اللي تحسب صافي المرتب هي التاكس فاليو. فقالوا لنا لا ما تخضوش من كده، انت عندك معادله بتحسب لك اصلا التاكس فاليو بيزد اون التاكس ريت، معتمد على مين بقى؟ معتمد على اللي ايه، معدل الضريبه نفسه. فقال لك التاكس فاليو بيساوي البيزك سالري المرتب الاساسي في معدل الضريبه 1% 2% 3% 4% اللي هو معانا قصادنا ده اللي هو التاكس ريت، والبونس فاليو بيساوي البيزك سالري برضو في معدل البونس اللي هو البونس ريت. طيب كلام جميل جدا، يبقى خلاص، يبقى احنا دلوقتي لو جمعنا المعادلات بتاعتنا اللي احنا عندنا دلوقتي، عندنا النت سالري اهو بيساوي البيزك سالري ماينس التاكس فاليو بلس البونس فاليو، والتاكس فاليو بتساوي البيزك سالري، ها عشان الناس تبقى واضحه لها الدنيا اهي، بيزك سالري في ايه بقى؟ ها في التاكس ريت، وال البونس فاليو بيساوي البيزك سالري في الايه بقى؟ ها في البونص ريت. طيب تعالى نبدا بقى البرنامج بتاعنا. البرنامج بتاعنا هو يا سيدي جواه فورم، الفورم ده بيطلب مني البيزك سالري، وبيطلب مني معدل الضريبه، وبيطلب مني معدل الحافز، وبيظهر لنا على الشاشه بالشكل اللي قدامنا ده. احنا كل اللي هنعمله شغلنا الطبيعي بقى اف اس ست اف اس ست على بوست اوف ايه بقى؟ ها بوست اوف جيت نت سالري، خد لي قيمه بقى مين؟ خد لي قيمه البيزك سالري، وخد لي قيمه بقى مين؟ ها خد لي قيمه التاكس ريت، وخد لي قيمه بقى مين؟ ها البونس ريت، وقول لي لو كان البيزك سالري بيساوي نل، قول لي بليز انسر ذا فاليو في ايها، نفس الكلام بتاعك، بليز انسر ذا فاليو في مين؟ اوف بيزك سالري. خلاص بقى اتفقنا ان انا بمسك البيزك سالري بكل حالات الخطا بتاعته بايها، وبعمل لها بتاكد انها فاليد، مش ايها بتاكد ايها انها ما فيهاش اي اخطاء، يعني مش ايها مش في اي ايرور عندي. فبمسك اقول له هنا شوف لي بقى حاله لو كان مش رقم اللي هو مين بقى؟ ها طبعا الكلام ده نوت از نيوميريك، والجو ده كله او الفانكشن دي كلها نشرحها لما ندخل فينها في موضوع الفانكشن نفسه. نوت از نيوميريك الايه بقى؟ ها البيزك سالري، قول لي رساله كده تقول لي ذا فاليو اوف بيزك سالري ماست بي مثلا ديجيت، ايا كان الرساله ايه، بس بتقول له يعني فيما معناه ان ايه، ها
في معناه ان البيزك سالري بتاعي لازم يكون عباره عن ايه؟ ارقام. نفس الكلام ده هنعمله مع مين؟ مع ال سي اف. لو كان التاكس ريت بيساوي يساوي نل، بليز انسر ذا فاليو اوف ايه بقى؟ ها اوف تاكس ريت. طيب لو كان التاكس ريت نوت از نيوميريك، قول لي ان التاكس ريت ماست بي ايه بقى؟ ها ماست بي ديجيتس. قول ان التاكس ريت ماست بي ديجيتس. ده بالنسبه لنا مين بقى؟ ها ده بالنسبه لنا الخطوات اللي عندنا. لو كان البيزك سالري، لو كان نوت از نيوميريك، لو كان التاكس ريت بيساوي يساوي نل، لو كان ها نوت از نيوميريك. تعالى كده بقى نبدا نشوف الكلام بتاعنا ده. انا عارف ان لسه ما مسكتش البونص، بس انا هنا وقفت عشان ابدا اوريك حاجه. لو كتبت نل هي ايه اللي هيحصل؟ اول ما ضغط على الزرار خد قيمه البيزك سيلر حطها هنا، وقيمه التاكس ريت حطها هنا، وقيمه البونص ريت حطها هنا. قيمه التاكس ريت كانت بالنسبه لي نل، فتحط هنا نل وهنا نل وهنا نل. فاول حاجه مسكها قال لي لو كان البيزك سيلر بنل، بنل، فراح منفذ البلوك اوف كود ده، بيطلع لي رساله بيقول لي من فضلك دخل مين قيمه البيزك سيلر. فدخلنا قيمه البيزك سيلر كايها ك ليترز كده، فراح قايل لي ايها the value of basic salary must be digits. ايه اللي حصل؟ اللي حصل لما ضغطت على الزرار اصبح هنا قيمه البيزك سيلري وعباره عن الفور دي اللي انا كنت كتبتهم، اللي انا كنت حاططهم هنا، وده كان بنل وده كان بايها بنل. فقال لي هنا البيزك سيلري بنل؟ لا. طب هل هو مش رقم؟ مش رقم. فراح ايها راح طبع لي the value of basic salary must be digits. طيب خلينا نقول لو احنا حطينا هنا ديجيت هيمسك مين؟ التاكس ريت. ويبدا ايه بقى؟ يقول لي بليز انسر ذا فاليو اوف تاكس مينها؟ بليز انسر ذا فاليو اوف تاكس ريت. طيب ليه؟ لاننا هنا ده في قيمه رقميه، فهيتجنب الايه بقى؟ يبقى هو مش نل، وفي نفس الوقت مش ايه بقى؟ رقم، فمش هينفذ ولا ده ولا ده، فيدخل هنا على مين؟ على التاكس ريت. طب هل التاكس ريت بنل؟ التاكس ريت بنل، فراح مطلع لي رساله. طب لو خليت التاكس ريت بتاعنا كده بقى ايه؟ لو خليت التاكس ريت بتاعنا اللي هو عباره عن رقم كده، فراح عامل لي ذا فاليو اوف تاكس ريت ماست بي ديجيت بالفعل هنا، لان هو هيطبق الكيس ديت، لان هو هنا مش بنل ولا البيزك سالري حاجه غير الرقم، وهو هنا كمان مش بنل، فالايها فما طبقش الثلاثه دول، وطبق الايه بقى؟ ها طبق التاكس ريت، لان هو بالفعل مش رقم. فقال لي لو مش رقم، دي معنى الاكسبريشن ده، لو مش رقم طبق لي مين الرساله اللي قدامنا دي. طيب تعالى بقى نحط هنا رقم ونحط هنا رقم 500، راح ايه ما طبقش دول. لحظه بقى من فضلك، هو انا عاوز اي رقم ولا انا عاوز رقم عباره عن معدل او نسبه مئويه؟ طب احنا قلنا النسبه المئويه هي ايه؟ النسبه المئويه هي المفترض رقم بين الصفر والواحد، رقم بين الايه؟ الصفر والواحد. طيب الصفر والواحد ده اعمله ازاي؟ ازاي اقول له ان التاكس ريت ده لازم تكون قيمه بين الصفر والواحد؟ ازاي اقول له حاجه زي كده؟ فانت هتيجي تقول لي ايه بقى؟ هتيجي تقول لي بسهوله جدا ان انا اقدر اقول له ايه؟ اقدر اقول له يا سيدي else if لو كان، افتح لي بص قوسين كده، افتح لي قوس كبير اهو مثلا، قول لي لو التاكس ريت اكبر، لو كان اقل من او يساوي الزيرو، سوري اكبر من او يساوي الزيرو، and التاكس ريت اقل من او يساوي الواحد. هنا بقول له ايه؟ لو هنا معناه بقول له لو كان التاكس ريت اكبر من الزيرو، اكبر من او يساوي الزيرو، وفي نفس الوقت اقل من او يساوي الواحد، لو ما كانش كده، لو ما كانش كده يعني، لو ما كانش اكبر من، سوري، لو ما كانش بين الرينج اللي هو بين الصفر والواحد، طلع لي رساله قول لي the value of tax rate must be between مينها؟ الزيرو والواحد. ادي علامه الرينج اللي قدامنا اللي هي بين ايه؟ بين الصفر والواحد. ايه يا عم الكلام اللي بتقوله ده؟ تعالى هنا حط لي مثلا هنا رقم، وحط لي هنا قيمه مثلا 50. قال لي the value of tax rate must be zero بين الزيرو والواحد، ايه؟ must be between الزيرو والايه؟ الواحد. طيب لو حطينا هنا رقم وحطينا هنا مثلا 5 من 10، بص كده راح منفذ الايه؟ منفذ الجزئيه دي. طيب انا هسالك سؤال كده من باب المعلومات العامه، هل كده الشرط بتاعي سليم؟ طب هل هو اند ولا اور؟ طب هل الاند كده صح ولا الاور صح؟ المفترض يعني هنحاول ندردش مع بعض كده كايها كمعلومه عامه، ازاي مثلا اجمع ما بين ايها؟ اجمع ما بينها شرطين. تعال نقول ان انا عندي هنا اكسبريشن، اللي هو بيقول ايه الاكسبريشن ده؟ اللي هو بيقول لي ان التاكس ريت، لو عملنا كده خط الاعداد بالنسبه لنا كده، ان التاكس ريت بتاعنا اللي هو لو قلنا هنا مثلا دي قيمه مينها؟ قيمه الزيرو، وقيمتها قيمه الواحد. فكده معناه اللي انا بقول له ايها؟ معناه اللي انا بقول له
لو التاكس ريت، لو التاكس ريت اكبر منها اقل من اكبر من او بيساوي الزيرو، ده الكونديشن الاولاني اهو، فبيمشي الناحيه دي، ده معناه كده اللي هو ماشي في الاتجاه ده، ده اكبر من او بيساوي الزيرو. طيب لما يكون بقى الاكسبريشن التاني اللي هو بيقول لي لو التاكس ريت ده، لو التاكس ريت اقل من او يساوي الواحد، معناه اللي هو ماشي فين؟ ها ماشي كده. انا بقى عاوز اقول له اند ولا اور، اللي هو المنطقه انا عاوز اقول له اللي هو لازم يقع ما بين الصفر والواحد. طب ايه المنطقه اللي بتخليني ان انا بقع ما بين الايه والصفر والواحد؟ اللي هي منطقه التقاطع، اللي هي الاند بالنسبه لي، اللي هو الايه الاند. لكن لو قلت له اور معناه، لو قلت له اور معناه لو كان اكبر من الواحد، سوري، لو كان اقل من الواحد، لو كان اقل من الواحد او لو كان اقل من الواحد، حتى لو كان وصل ان هو يكون اقل من الزيرو، لا يا سيدي ده انا عاوزه من الصفر والواحد. فهنا بالنسبه لنا مين؟ الاند هي الايه، الاند هي الايه الاصلح. وانا ان شاء الله الرامين احاول اديكم مجموعه، انا عارف ان انتم ممكن ما تكونوش فاهمين الجزئيه ديت، بس هحاول اديكم مجموعه من حاجه اسمها اللوجيكال ايه اوبريشنز، اللي ازاي تعرف من خلالها ازاي تحط اند او اور او نوت او اكس اور او ناند او الحاجات دي كلها، ازاي نعرفها مع بعض تفصيليا. بس خلينا نقول الايه، خلينا نقول اللي هي واضحه اصلا بدون من ايه ما نعمل الكلام ده كله، انها قيمه بين الصفر ومينها بين الصفر والواحد. طيب خلينا نقول نفس الكلام ده هعمله مع مين بقى؟ هعمله مع البونص ريت. طيب البونص ريت كلام جميل، فاجي اقول له هنا لو كان البونص ريت بيساوي سو نل، لو كان البونص ريت نوت از نيوميريك، طلع لي هنا رساله تقول لي ايه بقى؟ ها ذا بليز انسر ذا فاليو اوف بونص ريت، ذا فاليو اوف بونص ريت ماست بي ديجيتس، the value of bonus rate must be between، ما اعرفش مين بقى، ها between الصفر ومينها، between الصفر وال between الصفر والواحد. طيب جميل جدا، تعال بقى اكتب بقى دلوقتي، حط هنا قيمه، حط هنا قيمه مثلا 7 من 10، وحط هنا قيمه وليكن 10 هنا، هيقول لي ايه؟ لا ده the value of bonus of sorry the value of bonus rate must be بقى betweenها، between مينها؟ الصفر والواحد. طيب خلاص اتاكدنا ان البرنامج كده فاليد وسليم وتمام التمام، تعالى بقى نبدا نحسب بقى مين النت سالري. طب معادله النت سالري زي ما كنا شايفين بتقول لي النت سالري بيساوي البيزك فاليو ماينس التاكس فاليو، سوري بيزك سالري ماينس التاكس فاليو بلس البونس فاليو. طب يا سيدي انا معيش تاكس فاليو، خلاص يا سيدي ما انت معاك معادله حسابها. التاكس فاليو بيساوي ايه بقى؟ ها التاكس فاليو بيساوي البيزك سالري في بقى مينها؟ في البونص مينها؟ في البونص ريت. طيب طيب دلوقتي والبونص فاليو، والبونص فاليو بيساوي البيزك سالري في البونص، ها سوري التاكس بيساوي ايه؟ ها التاكس هنا ريت، التاكس ريت، التاكس ريت، وهنا البونص ريت. اما بقى النت سالري سالري هيساوي بقى مينها؟ المعادله بتاعتي اللي هي التاكس فاليو، ها ماينس بقى مينها؟ التاكس فاليو ماينس سوري البيزك سالري، سوري البيزك سالري ماينس التاكس فاليو بلس مين بقى؟ ها بلس البونص فاليو اللي هو ايه؟ تعالى بقى كده دلوقتي حط مثلا 1500، حط منها 10% وحط هنا 5%، المفترض تدينا كام؟ اه نسيت اقول له كمان اطبع لي على الشاشه النت سالري، اطبع لي على الشاشه بقى مينها؟ النت سالري، النت سالري مثلا هنا وليكن 1000 وهنا 10 مثلا 100 وهنا 5%، راح مطلع لي 950 على الايه على الشاشه، الاجابه مظبوط وتمام التمام. طب ما تيجي نطبع الكلام ده في تيبل، تعالى يا سيدي اعمل لي هنا تيبل اهو، واقفل لي مينها؟ واقفل لي التيبل، وبالمره اديني هنا بوردر 1 بيكسل، وتعالى يا سيدي اعمل لي بقى هنا تي ار، وقفل التي ار، واعمل لي جواه بقى تي دي، بتقول لي ايه بقى؟ ها تي دي، وقفل التي دي، وكمان جواه هنا تي دي ثانيه، وقول لي مثلا قفل التي دي الثانيه، تعالى كده اعمل هنا تي دي وهنا قفل التي دي، وقول لي مثلا هنا، وكمان حط كمان تي دي تي ار ثانيه اللي هي هنا، قول لي النيم بتاعك مثلا، هنفترض يعني اللي هو عنده انبوت باسم الموظف وليكن علي، وهنا التاكس سوري هنا هنقول له ايه بقى؟ ها التاكس ريت بتاعك كذا، وهنا هنقول له بقى التاكس
فاليو بتاعتك كذا، وهنا البونص ريت بتاعك كذا، والبونص فاليو بتاعتك كذا، هنا البونص ريت بتاعك كذا، والبونص فاليو بتاعتك كذا، وفي الاخير خالص ها النت سالري بتاعك كذا. احنا عاوزين نقول له ايه؟ عاوزين نقول له اطبع لي هنا مثلا، تعالى هنا، تعالى هنا نقول له ايه، تعالى بس اوريك شكل التيبل. لو احنا كتبنا هنا قيمه 1000 مثلا و10% و55% لا 5% وحط هنا، انا عاوز بقى هنا طبعا مفترض كنا نحط له انبوت كمان اللي هو اسم الموظف مثلا، بحيث ان هو يطلع لي هو حاطط تاكس ريت قد ايه والتاكس فاليو كذا والبونص ريت قد ايه والبونص فاليو كذا والنت سالري كذا، اللي هو نهايه الشهر اللي هو الاستماره او الفورم اللي بيوصل للموظف في نهايه الشهر نفسه. طيب خلينا نقول اللي سهله جدا، احنا عاوزين بقى نطبع مين ها؟ عاوزين نطبع هنا التاكس ريت. طب التاكس ريت ده موجود فين؟ من عندي فاريبل اسمه ايه ها؟ التاكس ريت. احنا بقى عاوزين بقى نقول له ايه؟ مش ده كده على بعضه سترنج؟ لحد هنا ده سترنج؟ طب وقفه. سوري وقفه، وقفنا السترنج اهو. كونكاتينيت بمين؟ باسم الفاريبل. كونكاتينيت بمين ها؟ كونكاتينيت بالسترنج الباقي. ما هو انت مش ده كده على بعضه سترنج؟ كده اعتبر ده سترنج. كونكاتينيت ب مين بقى ها؟ كونكاتينيت بالفاريبل. كونكاتينيت بمين؟ ببقيه السترنج. نفس الكلام مع مين بقى ها؟ مع البونص ريت. طبعا الكلام ده كله بالتدريب. هنا بونص ريت كده معناه اللي انا هوريك دلوقتي كده، ادي سترنج كونكاتينيت بفاريبل، كونكاتينيت بسترنج تاني اهو لحد هنا، كونكاتينيت بقى مين ها؟ ببقيه السترنج لحد مين ها؟ لحد هنا اهو. طيب نفس الكلام ها، البونص ريت وال ده سوري البونص ريت ده تحت هنا التاكس فاليو، وهنا البونص ريت هنا كونكاتينيت بالبونص ريت، وهنا البونص فاليو هنا بقى خلاص بنفس السيكونس بقى اللي احنا لسه متكلمين عليه، بونص فاليو، وهنا في الاخير خالص بقى مين؟ ال نت سالري. النت سالري. تعالى بقى اعمل ريفرش كده واكتب هنا وليكن 1500 جنيه، وليكن 10% وليكن 5%، راح حاطط لي على الشاشه بقى مين ها؟ اللي انت النيم بتاعك عالي والتاكس بتاعك معدل الضريبه يعني كام؟ 150 اهو، والبونص ريت بتاعك كذا والبونص فاليو كذا. طب تعالى بالمره كمان نحط له اللي هو البيزك سالري. تعالى بالمره كمان نحط له بقى مين ها؟ البيزك سالري بتاعتنا، بحيث ان جمله الطباعه بقى تبان اللي هي ايه ها؟ انها منظمه وشكلها جميل وفيها معلومات عن المرتب الموظف بشكل عام. ادي البيزك مين ها؟ البيزك سالري. اتمنى تكون الفكره اصلا واضحه لكم من اللي انا بقوله ده، وان شاء الله رب العالمين تفصيليا هنعيد الكلام ده بتمارين اكتر واكتر توضح لك الفكره مره واثنين وثلاثه وايه 10 زي ما اتفقنا في بدايه الكورس. راح يقول لي انت 10% ضريبه ونسبتها 100 جنيه من ال 1000 جنيه اهو، و 5% ضريبه حافز ونسبته 50 جنيه من ال 1000 جنيه. لما زودنا على ال 1000 100، طرحنا من ال 1100 وزودنا عليه 50 ادانا كام ها؟ ادانا 900 وايه ها؟ ادانا 950. طيب انا مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده، ولهنا انتهى الدرس بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.